نعدي الخبر عادي كده؟ لا ناخد تليفون. ما يصحش طبعا، حتى الناس تاكل وشنا. لازم نبارك ويعني ونعرف برضو اللي جاي ان شاء الله ايه، وفتره الراحه وغيره وغيره. كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوه بالنادي الاهلي، صباح الخير عليك والف الف مبروك علينا كابتن ياسر. صباح الخير عليكم والف مبروك عليكم وعلى كل جمهور النادي الاهلي. بتفرحونا دايما والله العظيم، وبنشعر بفخر، وعندنا لعيبه اقوياء جدا. ونيجي نتكلم، ما بنتكلمش مثلا على شباب بس ونقول يا حرام الشابات المركز الثاني، لا، شباب وشابات مراكز اولى. فيعني الكلام ده وراه جهد، وراه تعب، وراه يعني تضحيه. خلينا نعرف منك برضه يا كابتن ياسر. والله احنا الحمد لله زي ما يعني وعدناكم وكل الادويه، الحمد لله المركز الاول بتاع بطوله كاس بيحسب الاخرى النقط، يعني في العمليات طبعا، يعني تحديدا المركز الاول لكل اللاعبين هو اللي بيفرق في النتائج. عندنا 22 مسابقه بنين و22 مسابقه بنات، بيتم احتساب ميداليات الذهب لكل انديه مصر، اللي حصل اكثر عدد هو اللي بيكسب البطوله. فطبعا زي ما انتم شفتوا كده قلت التقرير ان احنا الحمد لله بالنسبه للبنين والبنات حصلنا على اكبر عدد ميداليات ذهبيه على مستوى الجمهوريه، وكذلك الفضيه والبرونزيه. وبناء عليه الحمد لله حفظنا على مركزنا في تحت 20 سنه المركز الاول الحمد لله. وعندنا برضو اولادنا اللي جم مع حضراتكم من اسبوع بتوع الزانه كسروا رقم مصر في الزانه. عندنا اثنين ناشئين ممتازين جدا جدا جدا، واحد اسمه كريم والثاني اسمه تامر. الحمد لله حققوا 4 متر و80 سنتي ارتفاع و4 متر 75. وفي بنت اسمها شاهد برضو كانت معانا من اسبوع 10 ايام عملت 3 متر 55 سنتي. والحمد لله اولادنا كلهم ابطال، والحمد لله يعني البطوله كانت صعبه اول يوم وثاني يوم، بس ثالث يوم الحمد لله نهائيات فرقنا يعني كالمعتاد الحمد لله. اولاد النادي الاهلي في الوقت دي بيثبتوا وجودهم، والحمد لله حاجه تشرف يعني طبعا كل الناس. ومنتخب مصر 80% منه من هؤلاء اللاعبين واللاعبات، والحمد لله الحمد لله كعهدنا دايما حافظنا على المركز بتاعنا الحمد لله. كابتن ياسر انا عندي سؤال وهختم بيه لو في اجابه، يعني هو احنا ليه او ليه بيتميز دايما النادي الاهلي؟ ايه اللي بيميز دايما النادي الاهلي ان احنا دايما بنحصد يعني المراكز الاولى في الرياضات المختلفه؟ ده راجع لايه؟ راجع لان احنا دايما يعني الارث اللي احنا تورثناه ان احنا واخدينها جد، ما بنهزرش في تدريباتنا في اختباراتنا في اختياراتنا للعناصر اللي تمثل النادي والفانيلا الحمراء. دايما بتبقى بتخضع لمعايير مظبوطه، وبالتالي الحمد لله الحمد لله زي ما حضرتك قلت في كل الرياضات دايما الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيكلل جهودنا بالخير، ان احنا يعني بنتعب ولادنا بيتعبوا جامد وعندهم الروح التنافسيه مش عايزوا اكتر من كده العاليه. الحمد لله بنحافظ على تكتيكنا ودايما بنتقدم كل بطوله بنحسن ارقامنا ونتائجنا الحمد لله. دي حاجة فعلا مش بس حضرتك اللي بتقولها، دي لما بنسأل أي بطل من أبطالنا في أي رياضة إن كانت بنستضيفهم هنا أو حتى بنقابلهم فعلا بيقول لك روح النادي الأهلي. فدي حاجة يمكن مش ملموسة على الإيد ولكن هي بتتحس، هي موجودة، يعني هي ليها تواجد، هو ده اللي إحنا عايزين نقوله، وفعلا مؤثرة على الملعب. فيعني حاجة فعلا محترمة جدا. على كل حال نشكرك ومبروك مرة تانية كابتن ياسر. ولا انت ليك راي تاني؟ والله يا ست الكل انا اتفق معاكي بهذا الاطار. كريم بجد فعلا. ايوه طبعا. بصي هي روح الفانيلا الحمراء. ايوه بس تحاولي تفهمي بقى ايه تفاصيلها، صعب جدا. صح. هي ما بتفهمش تفاصيلها غير اللي لابسها وبينافس باسم النادي الاهلي في اي رياضه من الرياضات في اي مسابقه من المسابقات. يكون مستواك اقل، تكون ما اخدتش فتره الراحه الكامله، تكون ما اتدربتش، تكون ما عملتش معسكرات في اي رياضه، برضو انت لما بتجيلك الروح دي حاجة عجيبة او بتسيطر في الملعب بجد بتفرق جدا. ف يعني شفناها وفرقه في سكورز، ف حاجه محترمه بصراحه. ربنا يديمها علينا نعمه يا حضرتك.